سعر رغيف الخبز. احنا من سنتين قبل ما تحصل الأزمة الحالية كان يعني قيمة أو تكلفة رغيف الخبز على علينا كدولة 65 قرش، ويصحح لي السيد وزير التموين. كنا من أقل من سنتين، سنة ونص، كان 65 قرش. لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفعت الأسعار، زاد هذه التكلفة إلى ما يقرب من 80 قرش، 80 قرش بالضبط. فبقينا النهاردة ما حصلش أي زيادة لسعر رغيف الخبز. النهاردة مع تحريك سعر العملة في اليومين اللي فاتوا، بقت تكلفة رغيف الخبز علينا كدولة 90 قرش، يعني في 10 سعر زيادة زادت. هل إحنا زودنا سعر رغيف الخبز على المواطن؟ إحنا ما زودناش. أنا عايز بس أدي رقم حضراتكم، اليومين اللي فاتوا دول بسبب هذه الزيادة حجم الرقم اللي هتتحمله الدولة قد إيه عن المواطن عشان يفضل رغيف الخبز بالسعر اللي هو بياخده. إحنا بننتج 100 مليار رغيف سنوياً، الرقم جايز يخضنا كلنا، ومعالي الوزير يعني لو الرقم هو ده الرقم بالضبط يعني 250 ل 275 يومياً، 275 مليون رغيف يومياً. لما نجي نضربها على 365 يوم هنلاقي نفسنا بنتكلم في 100 مليار رغيف. ال 100 مليار دول، ال 10 ساخ فقط اللي زادت اليومين اللي فاتوا، معناها على طول 10 مليار جنيه، 10 مليار جنيه. احنا لا حملناها على المواطن ولا اي حاجه. احنا يمكن كمواطنين بنحس ان ما حصلش تغيير، هي الدوله بتعمل لنا ايه في الفتره دي، احنا مش واخدين بالنا الدوله شالت ايه. نقطه تانية لازم نبقى واخدين بالنا منها كرقم، النهارده تكلفه لتر السولار على الدوله المصريه فعليا 11 جنيه. طب احنا النهارده لتر السولار بكام؟ بسبعة وربع، يعني ببساطة شديدة 4 جنيه تقريبا في كل لتر المواطن المصري بياخده من السولار، في 4 جنيه الدولة دفعاهم. طب احنا بنستهلك قد ايه في السنة؟ 15 مليار لتر سولار، نضرب كده في 4 يبقى بنتكلم في 60 مليار جنيه. الأرقام دي أرقام هائلة، أنا بس بتكلم في بندين فقط لا غير، حصل فيهم تغييرات في اليومين اللي فاتوا. احنا النهاردة فاتورة، عشان نبقى عارفين فاتورة الزيادة اللي حصلت في سعر القمح من أول الأزمة الروسية لغاية اليومين اللي فاتوا إجماليها، مش بنتكلم بقى على اليومين اللي فاتوا بس، أنا بتكلم من أول بداية الأزمة الروسية، احنا بنتكلم زيادة في دعم الخبز فقط هتتجاوز 55 مليار جنيه على الرقم اللي كان موجود اللي هو حوالي 38 مليار. حركم جمعوا الرقمين، نعرف الدولة النهاردة علشان تدي رغيف الخبز للمواطن المصري اللي بخمس قروش الدولة شايلة عنه ايه. كل دي أرقام بالإضافة للبرامج الكتيرة اللي الدولة المصرية النهاردة بتعملها على مدار الفترة السابقة. أنا بدي بس في بندين،